نحن معكم دائما وفي يدا في يد. معكم خالد النخلي مترشح لائحة الإنصاف سيدي مومن. كما تنشوفوا التهميش اللي كاين في المنطقة، وهذه المسألة راه كانت سنين وسنين. المجالس المنتخبة اللي كانت سابقة لم تحرك ساكنة، فلذلك باسمي كفاعل جمعوي منذ 20 عاما ويزيد اتخذت هذا القرار من أجل أن نناضل، من أجل مصالح الساكنة، من أجل رفع الحيف عنها وكذلك تمكينها من احتياجاتها الضرورية من بنية تحتية والنظافة والحدائق وكذلك الإنارة والتجهيزات الضرورية والفضاءات الاجتماعية والرياضية التي هي في نقص أو غياب تام في منطقة سيدي مومن بشكل عام، وتعاني الساكنة من التهميش ومن الفقر والهشاشة. فأعاهد الساكنة إن وثقت فينا أن نكون يدا عون لها في المجالس المنتخبة وأن تأخذ حقها كاملة غير منقوصة، فكونوا معنا نكون معكم بإذن الله وبالله التوفيق. بالنسبة لي أنا كفاعل جمعوي وكذلك مدرب في البرمجة اللغوية العصبية، ني تنزل تندير الحملات هاي ما تركبش طوموبيل، وإنما تنستهدف المواطنين اللي خصني نهتم بهم ونحس بهم. فهذا دليل على أني المواطن عندي هو الأهم، المورد الموارد البشرية والعامل الإنساني هو المهم. فلذلك أنا أهتم بالإنسان، بالساكنة بشكل خاص، باحتياجاتها، بالأولويات العامة، بالمصالح العامة، وبالتالي المصالح التي تكون مع تحت المصالح العامة. بالنسبة سوف ننظم البيع المتجولون في أسواق نموذجية، وكذلك تخفيض نسبة الضرائب، وكذلك دعمهم من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي حقهم يستفدوا منها. وبالنسبة للشباب تنعاهدهم على أساس أن تكون لهم الفضاءات الرياضية والاجتماعية والفضاءات التي سوف يبدعون فيها مواهبهم، وكذلك المهنية التي سوف يبدعون مواهبهم من أجل أن يكون لهم مورد رزق من تلك الفضاءات.